وفي تفاصيل المنافسات، شارك الطلبة والطالبات المشاركون في دورة الألعاب المدرسية الدولية المقامة على أرض مملكة البحرين في منافسات سباق السباحة، وذلك للفئات العمرية من 2006 إلى 2009 للذكور والإناث والمختلط. وقد شهدت المنافسات تميزا لافتا من قبل الطلبة والطالبات في أداء أنواع السباحة المختلفة. من جانبهم، شارك الطلبة والطالبات من أصحاب الهمم في منافسات سباق السباحة البارالمبية، والتي تتمثل في 50 صدر وفراشة وظهر وحرة، و200 متر حرة وفردي متنوع. كما انطلقت مباريات الجودو والجودو البارالمبي وسط تنافس كبير من قبل المشاركين على المراتب الأولى، فيما شهدت منافسات لعبة البادل التي شاركت فيها الفرق الزوجية للذكور والإناث والمختلط أداء متميزا من قبل اللاعبين. كما شهدت لعبة كرة الطاولة منافسات قوية بين المشاركين من مختلف الفرق المدرسية، بالإضافة إلى ألعاب القوى. ومن المتوقع أن تكون المنافسات على أعلى مستوى مع مشاركة نخبة من الطلاب المتفوقين رياضيا من مختلف دول العالم. هذا وتتواصل منافسات دورة الألعاب المدرسية الدولية وتستمر حتى يوم الخميس القادم في عدد من المواقع الرياضية الحديثة والمجهزة بأعلى المعايير الدولية. We'll be right back.